سامسونج منطلقة بهجوم شرس بكل الجبهات حرفيا، فلاكشيب وأجهزة قاتلة للفلاكشيب ومتوسطة ورخيصة، وأي جهاز ما بين المية والألفين دولار لازم سامسونج عندها جهاز يغطي هذه الجبهة ويحارب ببسالة أيضا. لكن الأجهزة القاتلة للفلاكشيب هي فئة حساسة وحساسة جدا بسبب شراسة القتال ما بين شاومي من جهة وسامسونج من جهة ثانية، ضيف لهم ريلمي وأوبو اللي داخلين على الخط أيضا. المعارك والجولات والحروب متتالية وطاحنة، واليوم سامسونج تريد أن تطلق وحش جديد حتى يسيطر على الفئة القاتلة للفلاكشيب وبقوة. فهل يستحق هذا الجهاز بهذه المواصفات؟ هذا اللي راح تعرفوه بهذا الفيديو. مرحبا، أنا حسن من قناة تيك تايم وأهلا بكم في فيديو اليوم. هذا هو التصميم الجديد للأي 82، ملك الحركات والكاميرات القلابة من سامسونج وصاحب أفضل هاتف للسيلفي سابقا. تسربت خلال الأيام الماضية العديد من الصور إليه، وراحت كاميرات القلابة إلى غير رجعة، وصار أقرب للأس 21 منه للأي 80. لكن الجميل تصميميا أنه صار مقاوم للمي والغبار بمعيار الاي بي 67، ومحمي بطبقة حماية من كورنينج من الجيل الخامس، والجهاز وزنه ثقيل عند 203 غرام. أما الشيء اللطيف في الجهاز فهو المعالج، واللي تريد بي سامسونج أن تهاجم أجهزة الميتين تي والميتين تي برو والمي 10 وبقسوة، لأن سامسونج قررت بالاي 82 أن تستخدم معالج كوالكوم لسناب دراجون 855 بلس بعمارية 7 نانومتر وأداء مقارب جدا للسناب دراجون 870 الأحدث وبسعر أرخص، لكن 855 بلس يدعم تقنية 4G فقط، أما 5G فال870 يدعمها. الرامات راح تكون إما 6 أو 8 جيجا بايت من الجيل الرابع من طراز الـ LPDDR4X، وذاكرة سريعة UFS 3.0 لضمان أداء عالي وسلس تحت الأحمال القوية. ايضا الجهاز راح يعمل بالاندرويد 11 بواجهه سامسونج الاحدث الوان يو اي 3.1، وهذا برايي بحد ذاته مهم جدا لان الواجهه الجديده تجربه راقيه فعلا من سامسونج. اما البطاريه بالاي 82 فراح تكون بسعه عملاق عند ال 5000 ملي امبير وشحن سلكي نقدر نعتبره سريع بمعايير اليوم عند ال 25 واط. البصمه راح تكون ضوئيه تحت الشاشه موجوده كنظام حمايه بايومتري لحمايه بياناتك، لكن الشاشة هنا شيء روعة، عملاقة حرفيا مقاسة 6.7 بالعشرة انج بتقنية السوبر اموليد، ترددها 120 هرتز ودقتها فل اتش دي بلس 1080x2400 بكسل، وبإضاءة توصل لأكثر من 1000 نتس ودعم لتقنية الاتش دي ار 10 بلس. وحتى تكمل سامسونج التجربة ويا شاشة جميلة، خلت لك نظام صوت ستيريو سبيكر من سماعتين تحسن وتجعل تجربة مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأغاني من الأفضل. نجي للنقطة الأساسية اللي كانت تميز الأي 80 وهي الكاميرات، لكن هنا التصميم راح يكون كلاسيكي وبأربع كاميرات بالظهر، عدسة أساسية قوتها 64 ميجا F1.8 ومدعومة بتثبيت بصري OIS وتركيز تلقائي سريع PDIF، عدسة تليفوتو ماكرو بقوة 8 ميجا F2.4 وب3X زوم بصري وتثبيت بصري أيضا وتركيز تلقائي، وعدسة ماكرو قوتها 5 ميجا بكسل وعدسة ألترا وايد ب 119 درجة وبقوة 12 ميجا. أما كاميرا السيلفي هنا فبقوة 32 ميجا استخدمتها سامسونج بكثرة بالعديد من الأجهزة من الأي 70 والأي 71 وحتى الأي 72. برأيي الجهاز متكامل بصراحة ويتفوق على الأي 72 بمراحل ومنافس قوي لأجهزة حديدية مثل الجي تي نيو من ريلمي وأجهزة متعددة من شاومي وغير شركات، لكن سعر الأي 82 راح يكون بحدود الـ 420 دولار أمريكي أو ما يعادل 610 ألف دينار عراقي بحسب بعض المتاجر، وقد يكون أرخص في أسواقنا. ننتظر الجهاز أن يتم إطلاقه خلال أقل من شهر إن شاء الله. أنتوا شو رأيكم بهذا الجهاز أصدقائي؟ شاركوني بآرائكم وتعليقاتكم وأشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.